يقولوا فيه بنت كانت مزيونة في النزل للعرب، يتكلم عن كلام بادية يعني، يتكلم عن البادية. فضرب صارت يعني في المنطقة وفي الحي وهذا في البيوت والنزل، فلانة هي المزيونة ما فيها جدل. وكل ما يجيها واحد خطب تقول ما بعد جاء رجالي. عجيب. ايه كل ما جاء خطب واحد بعد فيه رجال، انت امرك من عرض جماعته ويحب زوجته وبينه وبين زوجته صداقة ومحبة وعشرة وحياة. زوجة هالرجال قابلت المزيونة وقعدت تهرج هي وياها ويتكلمن في موضوع ما ادري شنو، وقالت لها انا زوجي يحبني حقيقة، يعني يحب ولا يصدق فيني ولا يسمع فيني ولا ولا ولا، ويمكن ما ياخذ علي ويمكن. قالت هالمزيونة لا تقولين يا فلانة، لا تقولين، ترى يعرف كيف اتصرف مع الرجال واعرف كيف تعاندا. هذه تقاتل على محبة زوجها لها، وهو يحبها زوجها وتحب زوجها، وهذه مزيونة العرب ما بعد لا تزوجت ولا شيء. يوم تم العناد جاءت وقابلت الرجال المزيونة، قالت يا فلان، قال نعم، قالت انت تسمع كل ما جاني خطاب قلت ما بعد جاء رجالي، قال الله الله، قالت تراي شايمت لك، تراي شايمت لك، ترى يبيك وانت ما بعد تقدمت، قال انا تبيني انا تتركينها، قالت ابيك انت، قال والله ابرك الحزات وانا لي والله بيت، هو يجيك من دفع صاد، تبيني مثل ما بيك، قال ابيت ها، قال الطيب عاد شف انا بيك صراحه، بس انا لي شرط، انا لا يمكن اجي على حرمه. حود بالله ها؟ أنا لا يمكن أجي على حرمة ولا نبيك. سمعت؟ قال أبشر الحرمة وصرفها، هو الحرمة ودها بس بتحصل اللي قالت. رجع الرجال يا والله يوم شانت نفسيته على هلا، سلامات وش فيك؟ لا والله عندت في هالأسباب يعصب ويزعل يلا مشينا على هلت. يا ابو فلان، وياخذها ويوديها عند اهلها، سلامات عسى ما شر، عسى ما جت شيء يضرنا وعسى ما، قال لا لا والله كمان بس عاد القسمه والنصيب. الحمد لله. اي خل نزلها عند اهلها خلاها، ترى ما هو بالطلاق يعني الجازم كذا، لكن يمكن زي ما تقول. ورجع ويوم جاء هناك على بس يحترم تياصل، ويجي قبلها قال يا فلانة المرأة ودتها عندها لها، واليوم قالت يا فلان، قال نعم، قالت تبي الصحيح، قال نعم، قالت ارجع لزوجتك وارضها ورجع، انا ترى والله ما سويت هذا فيك الا العناد صاير بيني وبينها، وانا لاني بقابلتك ولاني موافقه، بس نفذت شيء انا بعلمها، هي بعلمها فثقتها اللي كانت واثقه فيك ان الرجال مع النساء ما يلتزمون بالوفا ولا اي. فرجع ايه، رجع الرجال ميس وهذا، ويجي واحد داري على السالفة، قال يا ولد انت وش صار بينك وبين مزيونة العرب؟ قال غبر العرب. هذا المزيون هي والله والله غبرة ظاهرتها. تحولت غبر العرب، ما عاد هو يرجع بيسترضي زوجته، زوجته الحين عرفت السالفة، ترفض، وهي ترفض، وهي ترفض، قالت اللي بعتني بهالسهولة ما عاد أنا أقبلك. هذه كانت من